مرحبا، رجعنا لكم من جديد في حلقة معرفية جديدة في عالم الزراعة. الليلة رحلتنا المعرفية نتكلم لكم فيها عن طريقة حصاد العنب في المشاريع الكبيرة عن طريق الحاصدات المتخصصة، وكذلك الحصاد اليدوي، بالإضافة لأنه نعرف طريقة صناعة العصير والنبيذ. دا عبارة عن مزارع واسعة متواجدة في إيطاليا. هنا ظاهر لنا بداية الحصاد اليدوي، وده بيتم من خلال مجموعة من العمال المدربين على طريقة الحصاد العنب بواسطة مقصات قطع وصناديق لتجميع العنب المقطوع. هنا يتم قطع العنب من الشجرة بواسطة المقص، بعدها بجمعها في صندوق واحد لغاية ما يتملئ الصندوق ده، بعدها بفرغوها في صناديق كبيرة عشان نرحلوها لمكان الطابعة أو المصانع التحويلية المتخصصة في صناعة العصير والنبيذ. إما هنا بتظهر لنا طريقة حصاد العنب عن طريق الحاصدات المتخصصة في حصاد العنب. وهنا قبل ما يتم الحصاد لازم يزرعوا العنب في خطوط محددة يناسب طبيعة الحاصدة، وزي ما هنا ظاهر لنا إنه طول أشجار العنب تقريبا بطول واحد وعرضهم برضو متساوي، ده بيساعد في استخدام الحاصدة. والحاصدة المستخدمة ده مجرد ما دخلت في خط الزراعة بتكون لها القدرة إنه يلتقط ثمار العنب عن طريق خطافات تعمل بواسطة حساسات تتعرف على العنب بمجرد ما تمر عليها الحاصدة. ومجرد ما تم خطف العنب يتم سحبها بواسطة برميمات إلى خزان التجميع الرئيسي. العملية ده تستمر لغاية ما يتملئ الخزان، بعد ذلك بتم تفريقه في تريلات الترحيل اللي بتكون فيها صناديق كبيرة، بعد كده بتكون جاهزة لنقلها للمصانع التحويلية. هنا بتظهر لنا بداية تفريغ العنب المحصود في بداية خط التصنيع الرئيسي داخل مصانع عصير العنب. زي ما ظاهر هنا بتم سحب العنب بواسطة بريمة إلى داخل عشان يدخل في وحدة متخصصة على إزالة الثمار فقط من غير أي أجزاء أخرى. بعد ذلك مباشرة يتم حرس ثمار العنب عشان نقدر نتحصل على العصير والتفل. العصير بنقلوها بواسطة خراطيش إلى وحدة التصنيع أخرى، إما التفل يتم التخلص منها. وهنا بصر لنا على عصير الخالي من التفل وصافي من أي شوائب ثانية، وبكده يتم معالجتها عشان أبوها وتكون جاهزة للبيع. إما هنا بصر لنا بداية التخمير عشان يتم صناعة النبيذ. الفرق بين عصير العنب والنبيذ فقط عملية التخمير، وزي ما ظاهر هنا الناس ديل هم قاعدين بحركوا العنب المحروس عن طريق رجلينهم. طبعا التحريك ده جزء أساسي في عملية صناعة النبيذ، وبرضه في طريقة تانية بيستخدموها للخلط، وده بيتم عن طريق الآلات. طريقة الخلط اللي بيتم عن طريق الرجلين ده استخدموها من آلاف السنين، حتى النبيذ الناتج بتكون أغلى ومرغوب لكثير من الناس. وكل ما خلطوها بخلوها يقمر ويجوا تاني بحركوها عن طريق خشب بصورة دورية. زي ما ظاهر هنا بداية التخمير، بعد كده بيجي ضابط الجودة بيختبر التخمير في النهاية بعبو الشراب المخمر ده في براميل خشبية كبيرة وبخلوها يتخمر، بعد ذلك بصبح جاهز للتعبية والبيع. إما هنا بصر لنا طريقة لإنتاج النبيذ بطريقة آلية بالكامل، وزي ما ظاهر هنا توجد وحدات معدنية متحركة وظيفتها الأساسية هي خلط العنب المحروس بدل ما يتم استخدام الطريقة التقليدية السابقة. بعد ما خلطوها بخطوها يتخمر في براميل خشبية كبيرة، بعد ذلك بكون جاهزة للتعبعة والبيع. في النهاية ما تنسى تضغط لايك وتعمل متابعة لحسابنا. أشوفكم في حلقة قادمة. سلام.